عليكم. هذا انت؟ لك شو عم تسوي هون؟ طلع لبرا ولك؟ طلع لبرا. لك صديقي انتو شو بتحوا هيك ناس؟ انتو هون مجمع بتهزوا سمعتكم هيك؟ طبق رافي هون شي مرتب، شو عم يعمل هيك شخص معكم؟ يا الله نعم. بتعرفوا؟ شوي على الاقل السير زعجني وطير لي كل عقلي. لك كيف ما بعرفه؟ لك بعرفه طبعا. لا يا صديقي لا. معقول شخص مثلك رافي بيعرف هيك ناس؟ لك انت بتعرف مع مين عم تحكي؟ لك طبعا بعرف شحاد، الله شفته عم كمل السير كله. لك هذا مو شحاد. لحظة بس لقي عم شيل الخبز مشان ما تدوس عليه. لك قوم لك، قوم خلني اعدي انا بعدين لم الخبز، قوم اعمل لي حالك عطونه. لك ما تصير يا ابن الناس، لك قوم تدوس عليه بس ثانية، بس لحظة بس لحظة. لك انت بدك يعني ابتلي فيك يعني؟ لك روح قوم من هون احسن ما ابتلي فيك الله. قوم شيل لي الخبز لسه عامل لي حالك لم خبز. لا عم اتضربك، قوم وشي خلني اعدي. ماشي. بدي امشي انا، انت لسه ما بتعرف انا وقت بعدي ما حدا بوقف قدامي. ماشي ماشي. ضربك قوم. لك تحرك. حسبي الله ونعم الوكيل. نعمة الله بس ما يدوس عليها حدا مو مشكلة. ايه استاذ اهلين بصحتك. اهلا وسهلا والله. تفضل تفضل استاذ، تفضل استريح. اخي هاي جيت لعندك، هاي الفيلا اللي حكيت لي عنها؟ ايه طبعا هاي الفيلا اللي حكيت لك عنها، وعندنا هاي الفيلا كمان بدها تصليح، وهي الفيلا الثانية بدها شوية تعديلات. هذا المجمع كله يعني كله صاير فيلل، فهمت علي كيف؟ هذا المشروع كله انت رح تستلمه. طبعا ليجي المعلم تدفعوا على كل التفاصيل، يعني من راسك لراسه احسن، فهمت علي كيف؟ انا مجرد مدير اعمال، فهمت علي شلون؟ هلا شو اللي بده يصير المعلم؟ تمام ان شاء الله نطلع قد المسؤوليه ونكون على حسن ظنكم. قوم تفضل خلينا اورجيك شلون الفيلا. هذا مو شحاد، لك هذا هو صاحب المجمع وسيته كله، وانت جاي تشتغل عنده. لك هذا هو المعلم اللي عم نستناه. شو بك يا رجل؟ هذا هو اللي بدك تشتغل معه، يعني هذا هو نفسه اللي بدك طالع رزقتك منه. شو معلم؟ والله حقك على راسي، حقك على راسي والله، اللي ما بيعرفك بيجهلك، مشان الله سامحني معلم، حقك على راسي. هاي موسم راسك كمان. مو مشكلة يا اخي، مو مشكلة. على كل حال تفضل نحكي جوا. اكيد ماشي مثل ما بدك. نحكي جوا تفضل. لا لا بسم الله تفضل تعال امشي. سيدنا في التاج راسنا انت معلمنا. مين الشاب هذا؟ هذا هو اللي حكيت لك عليه معلم، هذا هو اللي يستلم منك المجمع، وقلت لي بدك شخص مناسب، وهذا هو اللي قلت لك عليه الشخص المناسب والامين، ان شاء الله نطلع على حسن ظنك. يا احمد انا مو قلت لك شو هي المؤهلات اللي بدي اياها بالشاب اللي راح يستلم المجمع؟ ايه معلم قلت لي هاي الصفات تماما كلها موجوده بهذا الشاب. ايه طبعا معلم موجوده. قلت لي صح، باين عليه ابن عالم وناس، وباين عليه ابن عز، وباين عليه دارس وفهمان، بس في صفه من الصفات مو موجوده فيه. شو هي معلم؟ الانسانيه، عدم التكبر، التواضع. انا هذا الشيء قلت لك اياه بدي يكون موجود بالانسان هذا. يا معلم هاي الصفات كلها موجوده فيه، انا اللي بعرفه كله موجود فيه. لا مو موجود. بالنهايه هذا الشاب ما بناسب شغلنا، دور لي غيره. معلم بس انت جزء يعني فهمت غلط، يعني صار هناك سوء تفاهم صار. مو مشكله يا اخي، الله يبعث لك الاحسن، دور لي على غيره، والشاب هذا ما بناسب عملنا. تمام. ان شاء الله بتلاقي الاحسن منه وبيجيك شغل افضل من هيك. بس بدي اسالك سؤال. تفضل قل لي شو السؤال. هيك رجل اعمال عنده كل هالمشاريع وعنده كل هالفيلات كل هالاملاك، طب ليش هيك لابس؟ ليش هيك مبهدل حاله؟ ليش عم يلم خبز بالطرق وبالشوارع؟ لا اخي هذا الزلمه بيحب البساطه،
وبيحب دوم يكون هيك، يعني ما يبين على حاله انه هو غني، وبيحب الناس البسيطة، وبيحب دوم يساعد الفقراء، ومتواضع كثير وإنساني، وما في حدا طلبه وخاب ظنه، والكل بيحبه. فعلا هذا الشخص علمني درس ما بنساه. انا شايف حالي تاجر ودارس وعندي شهادات، شايف حالي قد الدنيا كلها، ومتكبر انا على الناس كلها. شخص مثل هاد بملك مال ما بتحرقه النيران، وطيب ومتواضع. لكن يا اخي، من تواضع لله رفعه الله. صح والله. تفضل تفضل. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ومن تواضع لله رفعه. كلما تواضع المرء مع الناس فمازح الغني ومازح الفقير كما يمازح الغني، واستمع إلى الفقير إذا تحدث معه كما يستمع إلى